لا تكاد تهدأ هذه المناطق التي تشكل جزءا من ممرات جماعة داعش الاستراتيجية من خطوات الحشد الشعبي وعملياته الاستباقية في محيط حوض حمرين وأطراف خانقين، عملية عسكرية استباقية من 6 ألوية للحشد تهدف إلى ملاحقة تلك الجماعة ومنعهم من الاستقرار في هذه الوديان. شرعت صبيحة هذا اليوم قوة من قيادة عمليات إديال الحشد الشعبي لتنفيذ واجب ضمن قاطع مسؤولية قيادتنا، وهذه المناطق مناطق عين السمك وثلاب وعدة مناطق يتخذها العدو ملاذا وممرا لتسلله ضد ألويتنا. المحاور 6 محاور انطلقت بهذه العملية. صد تعرضات كثيرة تقوم بها جماعة داعش على بعض نقاط الحشد بين فترة وأخرى، وتأمين مساحات كافية للتحرك أسفرت عن تدمير 3 مضافات وتفجير عدد من العبوات الناسفة. العملية الواسعة هي لملاحقة تلك الزمر الإرهابية، وخصوصا في قاطع نفط خانة، هذا الخط الاستراتيجي الذي يربط ما بين بلدنا العزيز والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولقطع الإمداد داعش ما بين ديالة وكركوك وكذلك صلاح الدين، وكذلك قطع الإمدادات وعبور التسلل، وكذلك ملاحقتهم لمنع التعرضات التي يتعرض لها أبناء الحشد في تلك المناطق. العملية تكللت بالنجاح وبدون خسائر، وحيث تم تدمير 3 مضافات وكذلك تفجير 3 عبوات وتطهير ما يقارب 54 كيلومتر. كان العدو يحاول أن يستطيع المرور من هذه المناطق، ولكن الحمد لله عولج عن بعد وبدون أي خسائر ودون أن يصل إلى أهدافه. العملية اليوم أسفرت عن تطهير بعض المناطق من المضافات، العثور على محور من المحاور أثر على مضافتين وتم تدميرها، محورين تم معالجة تقريبا 6 عبوات ناسفة.